ورجعنا لكم واخر فقراتنا ريمونتادا، وريمونتادا النهارده معانا حاجات فيها مختلفه جدا. كابتن هشام يكن وهو شخصيه زملكاويه انا بعزها جدا، ولكن احيانا بتكون في بعض التصريحات اللي انت نفسك ما بتبقاش عارف انت قلتها ليه. نطلع نتفرج على الفيديو ونقول لكم ليه كابتن هشام مش عارف هو قال التصريح ليه. الموضوع ده ولازم يبقى فيه عدم تحيز من كل حتى لو انا النهارده مثلا اهلاوي وماسك بتاع ده. لا، شايف ان الاعلام متحيز النهارده في طبعا لصالح مين؟ بيتحيز لمين؟ لا يعني انا يعني عايز اقول ايه، في حاجات كتير جدا حصلت يمكن النادي الاهلي اخذ فيها اكتر من نادي الزمالك، ونادي الزمالك دايما بيتعرض حاجات كتير. زي يعني اديني امثله. يعني ايه حسيت ان الاهلي خد اكتر من حقه، او الاهلي عومل معامله مختلفه عن الزمالك؟ لا يعني مثلا لا في حاجات كتير. بس كابتن هشام يكن وقع في مغالطه منطقيه غريبه جدا، وهو يتحدث عن رفضه للتحيز، وقع في فخ التحيز وتحدث بشكل فيه تحيز، بمعنى هو بيتكلم كلام عام جيد جدا ان في تحيز ومش مفترض يكون في تحيز، وده كان اتجاه الكلام، شكل من اشكال نبذ التعصب اللي بيكون موجود، ولكن قال احيانا بيبقى في تحيز، فحتحوت ما سابهوش، قال له تحيز لمين؟ فاكيد مش هيقول الزمالك، راح قايل بيكون في تحيز للنادي الاهلي. طبعا كان باين جدا انه كلام مرسل، فتقال له تحيز في ايه؟ فما وجدش رد. تحيز في بعض الحاجات زي ايه؟ مش عارف. تحيز في التحكيم اللي هو تحيز، المهم انا مش قلت تحيز يبقى في تحيز. فطبعا اعتقد ده شكل من اشكال الفخ اللي انت وقعت فيه يا كابتن هشام، وانت نفسك بترفض التحيز. نتمنى ان لما يكون عندنا مغالطه واضحه ضد الاهلي ضد الزمالك والله ما في اي مشكله، ولكن نكون فعلا بنتكلم عشان نفيد الناس، مش بنتكلم عشان نقول ان في طرف بياخد حقه اكتر من طرف، وانا ما عنديش اي دليل للي انا بقوله. هو الكابتن هشام طبعا احد النجوم اللي شاركوا في كاس العالم 90، كان له برضه تصريح في نفس الحلقه بيتكلم فيها عن فكره المساواه بين مسؤوليه لاعب ومسؤوليه جماهير، وتحديدا كان بيتكلم عن شيكابالا وجماهير النادي الاهلي، وبيلتمس الاعذار دايما للاعب. الحقيقه احنا هنا بنقول عاقب الجماهير وعاقب اللاعب، ده تبعا لمسؤولياته وده تبعا لمسؤولياته، والمساواه بين الجماهير واللاعب ده تحيز يا كابتن هشام.